السلام عليكم وشكرا على تتبعكم لقناة مطبخي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة البريوش أو البانولي أو خبز الحليب. هذه هي لائحة المقادير، وغادي نشوفوا مع بعض كيفاش كيجيو خفاف وبنان ورطيط بين بحال القطن وسهلين بزاف. مع مقادير بسيطة جدا وبعجينة واحدة، أنا اختاريت ندير جوج أنواع، نوع واحد بالشكلاط والنوع الثاني طبيعي، ولكم الاختيار. وغادي نبداو الوصفة على بركة الله. في إناء وجدت 500 غرام ديال الطحين، غادي ندير واحد الحفرة صغيرة باش نكب فيها المقادير اللي هي يابسة بحال السكر. غادي نزيد عليها الخميرة ديال العجينة يابسة والسكر فاني. غادي نخلط هاد المسائل كاملة باش تنسجم قبل ما نديرو السوائل. غادي نزيد عليهم 200 مليلتر ديال الحليب دافي، نحاولو ما نخليوش يسخن باش ما يضيعش لينا الخميرة، كتخسر بالمسائل اللي سخونة بزاف. نخلطوه مزيان، ومن بعد نزيدو عليه كاس ديال الماء، وغادي نمشيو هكذا مرحلة بمرحلة. بعد ما زدنا اي مقدار غادي نخدموه بشوية، علينا ناخدو الوقت اننا نخلطو المقادير بشوية. من بعد نزيدو بيضة واحدة اللي غادي نخدموها حتى هي بنفس الشيء الخلاط. بالنسبة للملحة انا خليتها هي التالية باش تخلي الخميرة ديال العجينة دير المفعول ديالها. ومن بعد غادي ندير الزبدة، وغادي نخدم الكل باليد باش تذوب لنا الزبدة اللي هي على حرارة المطبخ. كنت جبدتها شوية بكري من الثلاجة باش تكون سهلة للخدمة. وغادي نكمل بحال هكذا غير بالاصابع حتى تنسجم المقادير كاملة مع بعضياتها. من بعد ما خدمت العجين مزيان كما كتشوفوا المقادير منسجمة مزيان مع بعضياتها، وكتجي العجينة لينة وخفيفة. من بعد غادي نغطيها بواحد البلاستيك اليمونتير للي عندكم متوفر في الدار، وغادي نديرها تخمر على جنب. انا سخنت في واحد الكاسرونة الماء سخون باش نحطها عليه، هكذا توجد ليا العجينة دغيا في بلاصة ما نخليها ساعة ونص على حرارة المطبخ. غادي نربح الوقت، غادي نخليها غير 45 دقيقة، ومن بعد غادي نتلاقاو المرحلة الموالية. بعد ما خمرات العجينة 45 دقيقة، ها هي كما كتشوفوا كتجي خفيفة وارتاحت مزيان. وغادي نبدا نخدمها غير بشوية على الطبلة اللي هي غادي ندير عليها الطحين، وغير بالاصابع ديالي غادي نحاول نحيد منها الهواء اللي فيها قبل ما نبدا التقطاع. نخدمها غير بحال هكذا ونزيد الطحين شويه بشويه، وغادي نتلاقاو المرحله المواليه. واحد الموس او سكين غادي نقطع العجينه لقطع صغيره. من بعد ما شكلت العجين لقطع متساويه، انا اختاريت ندير واحد النصف بالشكلاط. طبيعة الحال نتوما ديروا اللي عندكم متوفر في الدار بحال الزبيب، البرقوق اليابس، المشمش، القرقع الى اخره. وهكذا غادي نكمل نشكل الاحجام كلها، وغادي نديرهم في واحد البلاطو. غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير واحد ليزار، غادي نخليهم ساعه يخمروا على حراره المطبخ، وغادي نتلاقاو قبل ما نديرهم في الفرن. بعد ما خمروا مزيان البريوش غادي ناخذ بيضه وغادي نطربها شي شويه، وغادي ندهن بهم لي بريوش كاملين، وناخذ واحد الموز ونفلحهم شي شويه غير هادو الطبيعيين اللي بالشكلاط، غادي نخليهم بحال هكا. المرحله هذه غادي نكونوا كملنا. غادي ندخلوهم الفرن ما بين 15 حتى 20 دقيقه الحرارة 200 درجة. شكرا على تتبعكم لهذه المراحل ديال الوصفة اليوم، وغادي ندوزو للشكل النهائي ديال الوصفة. كما كتشوفوا لي بغيوش، هذه هي النتيجة النهائية. كنتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، والى حلقة مقبلة ان شاء الله على قناة مطبخي.